وليس الهدف من العلم أن يترأس الإنسان في المجالس وأن يكون له صولة وجولة وأن يكون له ثناء، هذه كلها مما تشط قدر طالب العلم. ولتعلم أن الشيطان حريص على أن يدخل إلى طالب العلم من هذا الباب، لا يظن ظان أن أحدا من العلماء يسلم من مداخل الشيطان، لا يسلم منها إلا أن عصمه الله عز وجل وتابع نفسه وحاسب نفسه، وإلا يأتي، لأن العلم دقيق، أن يأتي الشرك والرياء من بابه. إذا طلب العلم فليطلبه ابتغاء وجه الله عز وجل، وإذا علم ليعلم من أجل ابتغاء الأجر من الله عز وجل، لأنه في طلبه وفي تعليمه في عبادة، وهو أفضل العبادات. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: إن العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. ماذا تصح النية في العلم؟ تحتاج إلى مجاهدة، إلى محاسبة، إلى متابعة.